السلام عليكم، مريم بهالي نائبة رئيس لجنة الاقتصاد والمالية عن مقاطعة بطانة. فاليوم التواجد ديالنا كان هو حضور انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر يونيو 2024، واللي طرقت لعدة نقاط. هو التقرير الإخباري ما بين الدورتين ورأي المجلس في التغيبات ديال بعض الأعضاء اللي قدموا الاعتذارات ديالهم للمجلس كامل، وقدموا إشهادات طبية على التغيبات ديالهم في الدورات هذا. وتطرقنا العرض حول قطاع البريد بحضور مسؤول عن البريد بنك، وكذلك عرض كان حول وضعية القطاع الرياضي بتراب المقاطعة. وكان اعتذر السيد تم التأجيل ديالو إلى دورة استثنائية لربما باش ياخذ الحيز ديالو الذي يستحقه هذا. وننوه كذلك بأنه مزامنة تم فتح النقاش حول عدة قضايا كتهم الشأن العام وكتهم الساكنة، وتطرقنا لعدة مشاريع سيتم الإصلاح عنها فيما قريب. والشكر ممتون لكل أعضاء المجلس عامة وأعضاء المكتب خاصة وللرئيس. ولم تعينوا اليتيمة باش تكون لا نارو لا تفاح لا بانا لا حاجة نشوف فينا باش تكون تحت حاجة. الرعاية بين الكتابة الخاصة بكم سي الرئيس رئيس هذا كنشرحوا فيها الأسباب الرياضية ديالنا. فطبيعة الحال احتراما لمبتدئي المادة 67 دائما وكانوا تنظيمي منذ 12 والمتعلق بالجامعات. فبالنسبة للدورة الاستثنائية اللي عقدت بتاريخ 15 يوليو 2023، السبب غياب السيد الرئيس للأسف كنا تعرضنا لواحد الواقعة صحية، وهو اللي منعنا من الحضور وعندنا موظفين وقدمنا لكم هذا الشكل شهادة طبية. السادة المستشار السادة السادة حمزة وكذلك السيد علي في المبيعات اللي تجمعوا موضوعية ومعقولة تظن بأنهم يعني من الشرف يبقى معنا في المجلس تاعنا. تظن بأنهم خوين فهد وعلي وأنهم قدروا المجلس قدروا المسؤولية ديالهم وجاو قدموا التقديرات ديالهم ومنهم من قدم شهادة طبية. سمحنا ما خبرناش نجيبو القانون نجيبو الكسر والضرب على الاقل على الله نعيد. فانا بالنسبه لي الاخوين فميصر وعلي توجد قدموا التقريرات ديالهم امام هذا المجلس الموقع. فبالنسبه لي نحن كفريق العداله والتنميه نقترحوا القبول ديالهم. لكن السؤال كان بعد التجولين الاخوه محلات السوق، ومساله ثانيه بان السوق اصبح أسرع وقت ممكن تحل مشكلة السوق، خاصنا كاملين أننا نبذلو واحد المجهود وندافعو عليه، لأن في راه كارثة، راه الطوبة في مجلس المياه عيال تلعب، كل مرة مجلس وفعلا الناس راه ولات كتعاني، الناس اللي مثلا كاع ماعرفش يتفرغو من السوق، علاش؟ ملي كتفرغ السوق على الطوبة كتجري، وراه مايمكنش واحد غير يجيو يتفرغو يديه على الطوبة. وبالنسبة أيضا للنظافة غير تزادوا العمال في النظافه ديالكم ولا تزادوا السوق باش انهم بالضبط عامل واحد راه ماهو كامل، كاين واحد العامل اللي كيجي في العشيه راه مره كنشوف واحد العامل تزاد العمال مثلا لان كتعرف في العشيه في النهار كيكونوا الاسباب كيكونوا شي ديال الخضره وكذا وشكون جميع الاخوان والاخوات اللي هما كيدافعوا هذا السوق ديال الخضره. ما قررنا يا سيدي الرئيس زيد دافع على الاخوان كامل باش ان شاء الله يكون خدام يخرج عما قريب، باش يكون عندنا واحد السوق اللي هو نموذجي طارق
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.